إضافات ترفع في سماء محافظة بورسعيد احتفالا بوصول القوافل الإعلامية معهم من أجل إظهار الحقيقة. لفيف من اتحاد كتاب مصر برفقة بعثات إعلامية زاروا المدينة التي انتفض أهاليها في تحية غير مسبوقة للزائرين في محاولة لإيصال صوت بداخلهم ينادي بتفهم الحالة التي يعيشونها في ظل قطيعة غير مبررة. يذكرون المصريين بدماء بذلوها في تواريخ مضت 56-73 لتحل مأساة عامهم الحالي بهم في خانة المتهمين. جئنا ونحن وفد اتحاد كتاب مصر الذي يمثل الضمير الجمعي لأبناء هذا الوطن لنقول إن شعب بورسعيد الكريم المضياف الذي ضحى عبر سنوات 67 و73 و56 قبل ذلك من المستحيل أن يكون هذا الشعب هو الذي تتلطخ أيديه بدماء الشهداء، وإنما هو شعب يقدم الشهداء. ولا شك أنها مؤابرة حبكت بليل وأريد بها الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد. احنا طبعا بنحب نعزي جميع جماهير الأهلي وجميع شعب مصر على اللي حصل في بورسعيد. هو طبعا مش من أبناء المحافظة اللي عملوا الكلام دوت، هو لو حتى لو من الجمهور هيبقى أقلية قليلة جدا اللي عملت الكلام ده. وإحنا طبعا بنعزي تاني جمهور النادي الأهلي وجمهور مصر كله على اللي حصل، وبندعو كل شعب مصر يجي بورسعيد ويعرف اللي إحنا بنعامل الناس بطيبة، ويعني أكن بورسعيد دي بيتهم بالظبط لما يجوا إن شاء الله. إحنا شعب بسيط وشعب بريء وما بنحبش المؤامرات على أي حد، وبعدين إحنا كلنا واحد، إحنا الشعب المصري كله واحد، فما ينفعش نتفصل عن بعضنا. إحنا دولة كلنا واحد وكلنا مسلمين ومستحيل وطن واحد، ولازم إيدينا تبقى في إيدين بعض ونبعد المؤامرات اللي بتضحك علينا دي. بورسعيد بلد النضال، بلد الرجالة، طول عمرها عمرها ما كانت وحشة، ما تظلموهاش كفاية. تعالوا شوفوا أهلها، شوف الشعب بيعمل ايه الوقت، كلهم متلفين هم يد واحدة. احنا مع الجيش، احنا مع الشرطة عشان ترجع تاني بورسعيد. هاتوا الدليل على ان بورسعيد كفها مثل التخب دم الشهيد، هاتوا الدليل على ان بلدي ابنها يقبل يكون خاين عميل، هاتوا الدليل على اتهامكم للبلد اللي يا ما تحملت ويا ما شالت ولسه لليوم ده تشيل، هاتوا الدليل. أرسس البورسعيدي فيه شهداء وجميع محافظات مصر فيها شهداء، احنا بنعزيهم وبنترجاهم انهم يقبلوا تعزينا، واحنا المجنى علينا بورسعيد وليس الجاني، احنا بندور على القاتل. خلف النصب التذكاري لشهداء عام 1956 وخلف ايضا اهالي بورسعيد في عام 2012 يهتفون مرددين بورسعيد بريئة هي دي الحقيقة. احمد علاء الدين من مدينة بورسعيد، نهارك سعيد.